أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاء وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم تمن بخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرحمني بحسن سوى النكمة حتى أنه من سمع قراءتي وكلامي يزداد رقة في قلبي إن كان قاسيا قلبه أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,